شكوتي لا زالت مرة، وأنيني يعلو من شدة الحسرة. فيا ليتني أقف في حضرة ربي وأرفع إليه شكايتي، فيرى صدق حجتي ويبرئ ذمتي. فأنا سرت على هدى ربي، ولم تحيد عن طريقه قدمي. أطعت وصاياه وحفظت كلمته في قلبي. إنما لا راد لقضاء الله، ومشيئته نافذة في حياتي. اعلموا أن رأس الحكمة خشية الله، وعين الفطنة تجنب الشر.